بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. الناس اللي قريبين مني في شغلي، يعني طول عمري بقالي 15 سنه بشتغل في التلفزيون، يعرفوا عني اني مش بعرف اجيب حد يعني قريبي او ليا مصلحه معاه اشغله معايا، ومش بعرف اعرض حاجه في التلفزيون مجامله لحد، ومش بعرف اجامل في ضيف واستضيفه الا لو كان ذو قيمه والناس هتستفيد منه، وساعتها مش هبقى بجامله انما بديله حقه وبدي للناس حقهم عشان يستفيدوا منه. وبالتالي اي حاجه بتطلع هنا في الساعه الا ربع اللي انا يعني بطلع فيهم دول من اول كلمه لاخر كلمه، يعني لا يمكن يكون من وراها اي مصلحه غير خدمه الناس والنيه الخالصه ربنا سبحانه وتعالى. دي مقدمه الحقيقه مهمه وضروريه عشان اللي هقوله دلوقتي حالا. انا بقالي فتره بسمع عن مؤسسه او جمعيه خيريه او يعني حاجه زي مؤسسه اسمها نبني. المؤسسه دي اتبنت 1200 طالب في التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم، أقرب الوزارات لقلبي، يعني أنا في سيرتهم ليل ونهار. ما علينا، مش موضوعنا، يعني ليكم عندي يوم مخصوص هستفلكم لكم الكلام يعني إن شاء الله اللي يعني يعجبكم. المهم شوية شباب في يعني في 3 شهور، شباب دول طبعا زي ما قلت حضراتكم ما أعرفهمش نهائي، إنما أسمع إن هم يعني بيقولوا عليهم ان هم صرفوا اكتر من 500,000 جنيه من تبرعات بقى قرايبهم صحابهم تبرعاتهم هم شخصيا صرفوها على تعليم وتغذيه الاطفال دول، تغذيه معتبره وتعليم معتبر. العيال دي ما كانوش بيفكوا الخط مع انهم واصلين لاعدادي ما شاء الله، والوزاره منجحاهم ومعديهم كل السنين دي، هم ما بيعرفوش يقروا اساسا. مش مهم القرايه، المهم الشهاده. ما علينا، برضو الشباب اللي في مؤسسه يعني نبني فضلوا وراهم لغايه اما بقوا يقروا ويكتبوا، وبعضهم بقى يعني بقى كمان يمارس الرياضة وبقى يرسم وبقى يعني متميز في شوية فنون كده مختلفة. كل ده تم فين؟ بيقولوا في مكان كان عبارة عن مقلب زبالة مهجور بقاله عشرات السنين في منشية ناصر. أنا الحقيقة معرفش وضع الأرض دي قانونا إيه، ومعرفش الشباب دول بنوا عليها إزاي يعني، أو عملوا إيه، أو خدوا الأرض إزاي عشان أكون أمينة في توصيل المعلومة. انما الناس بتقول ان هم حولوا المنطقه دي من مقلب زباله مرمي ومهمل وكم مهمل بقاله عشرات السنين لجنه قدروا فيها انهم يعلموا 1200 طفل ويعني يرتقوا بيهم، وطبعا هدفهم ان هم بيقولوا يوصلوا ل 20,000 طفل. المؤسسة دي أو عملوا تكريم للمؤسسة دي وللأطفال المتفوقين من كام يوم حضرته وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزيرة وهي هناك الحقيقة طلبت كده من بنت بتاخد الشهادة التقدير ان هي تقرأ الشهادة تقديرها بنفسها، فالناس كلها اتخضت كده وحبسوا انفسهم ان البنت دي كانت ميح ما كانتش بتفك الخط، الا انها قرت الشهادة بطلاقة كده وهي مبسوطة ومعتزة بنفسها. المهم انه هذه المؤسسة جاي لهم خبر انه محافظ القاهرة هيبعت لهم قوة اخلاء جبري يوم الاربع الجاي 31 ديسمبر، بعد يعني بعد كام يوم، خلاص بعد بكره يعني، وده بعد ما ايه بعد كذا يوم من تكريم وزيره التضامن الاجتماعي. الجمعيه دي برضو بيقولوا ان هي متبنيه الورشه الوحيده في مصر اللي لسه بتعمل فن الزجاج السايل بالنفخ، والفن ده المفروض انه مهدد بالانقراض وهي المفروض ان هي اللي محافظه عليه. شباب مؤسسه نبني، هما الولاد دول بقالهم يعني فترة وأيام ما بيناموش عاوزين يوصلوا صوتهم لرئيس الوزراء، هما عاوزين يأجروا المقر بالسعر اللي المحافظة شايفاه، أو يعني المحافظة تجدد لهم قرار الاستضافة يعني، أو المهم يعني يلاقوا لهم صيغة قانونية تخليهم يستمروا في البناء، بناء المكان وبناء شخصية الأطفال. أنا يعني الكلام ده وصل لي على طريق كذا حد، ناس كتير حطاه على صفحاتها على الفيسبوك، ناس كتير متفرقين يعني حتى ما يعرفوش بعض لقيتهم بيتكلموا عن الموضوع ده. وبرضو بعيد وبكرر انا ما اعرفش الحقيقه اي حد من يعني من المؤسسه دي خالص، حتى ولا اسم منهم، ما اعرفش مين ماسكها عشان اتوسط له، انما كل اللي اعرفه اننا في امس الحاجه لشباب عندهم اخلاص يساعدوا البلد في انها تنهض وتقوم. يعني ده اللي اعرفه، وده اللي خلاني الدافع اللي خلاني اطلع اتكلم على الموضوع ده. محتاجين شباب ينهضوا بالبلد، وده اللي رئيس الجمهوريه بيطلع يقوله في كل مناسبه بيتكلم فيها. مفيش مره طلع
إلا لما بيقول البلد مش هتقوم إلا لما الشباب يساعدونا ويقوموها معانا ويبقوا مخلصين في الموضوع ده. طيب يا سيادة رئيس الجمهورية ويا سيادة رئيس الوزراء، الشباب بيبنوا وبيساعدوا متطوعين، يعني الناس دي متطوعة عشان ترتقي بالولاد، وأجهزة الدولة الرسمية عاوزة تهد اللي هم بنوا ده. أرجو الاهتمام بالموضوع ده والتوصل لصيغة أو لاتفاق، يعني يعطي في الأول خالص الدولة حقها في الأرض دي، وفي نفس الوقت ما يهدش الحلم اللي الشباب دول تعبوا فيه. وياريت السيدات الفضليات مدراء مكاتب بقى السادة الوزراء والسيد رئيس الوزراء، واللي عارفة ان هم متابعيني كويس، أتمنى أنهم يوصلوا هذه الرسالة العاجلة ليهم. اللهم بلغت اللهم فشل. بعد الفاصل احنا عندنا النهاردة حلقة رجيم مع دكتور ماجد زتون، وهنتكلم بقى بما اننا في موسم الامتحانات، مؤثرة عليه الامتحانات الاسبوع ده، فهنتكلم عن التغذية المناسبة لأيام الامتحانات اللي لا تعمل تخمة ولا كسل، وبرضه في نفس الوقت تزود التركيز. بس بعد فاصل قصير. بكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة أكتر حاجة الولاد بيعرفوا يعني بيبقوا عايزين يزوغوا بيها من المذاكرة يقولك أنا جعان عايز أكل، فإما أكل حاجة بقى يتهمدوا وتكسلوا وتلكموا، يا إما يعني نديله حاجة أو مشروب أو بتاع تخليه صحصح معانا كده وإيه وما يضايقوش. النهاردة هنتكلم عن التغذية المناسبة في وقت الامتحانات، وفي نفس الوقت طبعا عندنا الرجيم الأسبوعي ده لا يتغير. دكتور ماجد زتون أهلا بحضرتك معايا. إيه الأكلات اللي ممكن تجيب تخمة وكسل، وإيه الأكلات اللي ممكن تعلي التركيز؟ طيب نشوف الأكلات اللي بيجيب تخمة. الاكل الفاست فود، اي اكل هضمه صعب يا دعاء، بياخد وقت في هضمه وامتصاصه والكلام ده، بيخلي كميه الدم اللي واصله للمعده تقعد فتره اطول. والدم اللي وصل للمعده بكميات كبيره بيبقى على حساب الدم اللي واصل للايه للمخ. تمام، فبالتالي بيحس ان هو من انواع الايه الخمول او الكسل او الكلام ده. فدايما الاكلات الدسمه معايا، الاكلات اللي هي متحمره زياده، اكلات الفاست فود، الحلويات الكتير برده معايا. يعني ساعات الحلويات ديت بيبقى ليها ميزه ان ممكن اول نص ساعه تديك نوع من انواع الطاقه، وبعد كده تلاقي السكر ابتدى يقل فتحس بخمول وكسل. غير الاكلات المفيده او الصحيه اللي دايما بنركز عليها، هضمها سهل، امتصاصها سهل، تحتوي على فيتامينات مهمه جدا بالنسبه للتركيز او الذاكره. اهم فيتامينات عشان المخ بالبلدي كده ما يصديش، تمام، اللي هي مضادات الاكسده اللي دايما نتكلم عليها خبراء التغذيه. اول حاجه اللي هو فيتامين سي. فيتامين سي من الحاجات اللي من اقوى مضادات الاكسده المعروف عليها، اللي هي موجود زي الطماطم، في الكيوي، في الحمضيات زي البرتقان، الاستفاندي، الكلام ده كله. ده يخلي الجسم دايما، خلايا المخ ما تتعرضش لنوع انواع التلف. معايا دايما مضادات الاكسده اللي تمنع ان المخ، معايا، خلايا المخ ما يحصلش نوع انواع الاكسده، لو بالبلدي كمان ما يصديش، يقول لك خلي دايما مخك في حاله تنويض دايما مستمر. بلس ان حاجه اسمها زي فيتامين اي، يعني مهمين قوي فيتامين اي كمان مع فيتامين سي. فيتامين اي اللي موجود بكثره جدا في زيت الزيتون، الحاجات اللي دايما من المصادر الزيتيه، زيت الزيتون، زيت الكتان، زيت الكانولا، موجود في المكسرات بنسبه عاليه جدا. موجود في سمود الله مسلم محمد، في البذور زي بذور السمسم. يعني الولاد هم بيذاكروا ممكن يتحط لهم طبق مكسرات طبعا يعني المكسرات بالنسبه لي هيحتاجوا العناصر اللي انا محتاجها فيها اوميجا 3، فيها اوميجا 3. يعني دايما عشان دايما الذاكره لو هو موضوع الحلقه، بنركز على عايزين حاجه اسمها فوليك اسيد، بنركز على حاجه اسمها السمود فيتامين بي، موجود على نسبه حديد، لازم يكون في نسبه حديد عاليه، نسبه الزنك، يعني في معادن وفيتامينات مهمه جدا، حوالي سته كده لازم نركز عليهم. اهمهم هو حاجه اسمها الفيتامين بي، فيتامين بي بكل انواعه، سواء كان بي 1 او بي 2 او بي 3 او بي 5 او بي 6 او بي 12. موجود برده بكثره في المكسرات، ده مهم قوي، وغير برده الفوليك اسيد. عايزين مع الفيتامين بي عايزين حاجه اسمها حديد. حديد مهم جدا لتسكير الحديد، حديد موجود في نسبه عاليه برده في المكسرات. معايا ماده اسمها الزنك. الزنك مهم جدا كمعدن، مهم جدا للذاكره برده. معايا ده المهم خلايا المخ. فلو اخذوا طبق مكسرات يحتاج الاوميجا 3 اللي انت قلتي عليه. اوميجا 3 من الحاجات اللي الغذاء الاساسي للمخ هو الاوميجا 3 واوميجا 6. تمام. اللي موجود برده في ايه؟ في المكسرات. مع بعض الزيوت زي قلنا زيت الزيتون، زيت اللي هو زيت الحار، اللي هو زي بيسموه زيت بذر الكتان اللي بتحط على الفول مثلا الصبح. معايا حته برده الحاجات اللي برده ممكن تعمل نوع من انواع الخمول شويه، الفول. يعني الفول على قد ما بيدي طاقه وبيدي نشاط. يعني هو الفول مش لا هي مش ميزه، مش سمعه وحشه عليه. لا يعني هو دي حقيقه فعلا؟ دي حقيقه فعلا. معايا يعني نوع البروتينز اللي فيه بيعمل نوع من انواع الخمول او الكسل، هو يدي احساس بالايه؟ الشبع. بالشبع لفترات طويله،
ان كله الياف وبيقعد في المعده فتره طويله يعني جدا. يعني يوم الامتحانات الاولاد ما ياخدوش مثلا سندوتشات فول؟ لا، هو افضل حاجه هيكون البيض مثلا. لو انا بتكلم عن الحاجات المهمه جدا البيض، يعني كوجبه اساسيه للاطفال اللي ديهم نوع من انواع الاستيعاب او الابداع او الحيويه او النشاط، طبعا وجبه الفطار اساسيه جدا. وهنا عملوا دراسه لقوا ان الافطار اللي الاطفال اللي بيفطروا بدرجه تحصيلهم واستيعابهم وابداعهم وحيويتهم في اثناء الفتره الدراسيه او اثناء فتره الدراسه بتبقى اضعاف اضعاف من اللي ما بيفطرش. اهمهم هو البيض. البيض اللي بيحتوي على العناصر اللي انا عايزها. تمام. بيحتوي على بروتينات، البروتين ده مهم قوي للعضلات، المهم عضله القلب يمنع السرطان كبيض معايا كبروتين موجود فيه، موجود فيه نسبه الكالسيوم، والكالسيوم ده مهم جدا سواء كان للاسنان للاطفال او بالنسبه للعظام بالنسبه له، موجود فيه معدن الفوسفور بنسبه عاليه، الفوسفور ده من اكثر المعادن معايا اللي مهمه جدا لحاجه اسمها تنشيط الطاقه. تمام. بيحتوي على حاجه اسمها المغنيسيوم، المغنيسيوم كمعدن مهم قوي لحاجه اسمها تظبيط مستوى السكر في الدم. فهي عباره عن كوكتيل معايا، غير بقى ان البيض فيه فيتامين ب اللي كنت لسه بقول عليه، فيه نسبه الزنك المهمه جدا، فيها نسبه حديد عاليه جدا للبيض، فهي وجبه متكامله. حته ساندوتش البيض دوت او البيض اللي هياكله الصبح تبقى وجبه اساسيه يحتوي على كل اللي انا محتاجه معايا بالنسبه لموضوع الذاكره او التذكير او الكلام ده. تمام. احيانا يعني شوف حضرتك بتقول الوجبات السريعه، احيانا الامهات عشان ما تشغلش نفسها بالمطبخ او الطبيخ فتقوم طالبه دليفري عشان الولاد بيذاكروا. دليفري زي ايه؟ ساندوتش همبرجر مثلا؟ مثلا او الحاجات دي ضيعت الولد معايا. اولا عشان يقعد يعني يهضم في ساندوتش، يعني مش عايز اقول لك يا دعاء، هي كميه الدهون بطاطس والساندوتش لا طبعا ده يعمل له نوع الفول والكاس لا طبعا. عمره ما هيرفع ولا مستوى الذاكره عنده ولا هيرفع مستوى اسمه ده حته النشاط والحيويه، بالعكس ده هيقعد طول الحصه نايم معايا. يعني كميه الدم اللي هتوصل للمعده هتقعد فتره اطول، كميه الدم اللي واصله في اسمه ده بالنسبه للتسكير هتبقى اقل على حساب الدم اللي واصل للمخ. انا يهمني قوي ان اديك الفيتامينز والمعادن اللي جسمك اللي المخ فعلا محتاجها. تمام. من خلال اكلات بسيطه معايا، بعيد تماما عن الاكل المصنع. تمام. طيب ايه المشروبات اللي يعني غير النسكافيه وال كمنبهات يعني عشان الولد يعني يبقى مصحصح يعني في احيانا؟ طيب كوبايه ينسون لا مش مستحبه مثلا. ينسون بيعمل خمول او كسل معايا، يعني ينسون ده يتشرب بالليل معايا. من المشروبات اللي هي معروف عنها بس جايز الاطفال ما يحبوهاش قوي. تمام. زي الكركم مثلا، لانه الكركم من اكتر الحاجات اللي بتوسع الايه. الكركم بيتشرب؟ ممكن يتشرب معايا، ممكن ايه او يتحط مثلا سي مثلا على الرز او على الرز او الكلام ده كله. بيعمل ايه بقى؟ بيوسع الشرايين. تمام. مضاد الاكسده معايا بنسبه عاليه. في مشروب الروزماري من المشروبات برضو المهمه جدا. مشروب الشعير تمام، مشروب الشعير برضو من الحاجات اللي ايه تحسن الذاكره. ممكن ايه تاني يا استاذ محمد؟ مش هقول لك الشاي الاخضر لا، يبقى هو الكركم الروزماري الشعير. تمام. بس الحاجات دي العيال ما بيحبوهاش. ما دي النقطه بقى. ممكن الكاكاو. الكاكاو مشروب الكاكاو بس المفروض الشوكليت والحاجات دي ما احنا قلنا هي لا هي بالظبط هيبقى كوبايه اللبن مثلا سيب معلقه الايه الكاكاو معايا. الكاكاو برضو من الحاجات اللي بتوسع الشرايين، بتدي ماده بتحسن ماده اسمها الاندورفنز اللي هي بتدي نوع من انواع قلنا البهجه او الايه ساعات ما يكونش فيه كاب بس مش كميات كبيره. تمام. معايا برضو عشان ما نزودش السعرات الحراريه اللي موجوده في الايه في هذه المشروبات. هي اللي اعرفه انها بتهايبر لا احنا قلنا مش عايزين شوكولاته، انا بقول مشروب الكاكاو باللبن معايا. كاكاو معلقه كاكاو على كوبايه لبن سيب معلقه عسل هتدي له الانرجي المحتاجه. الكاكاو طبعا ليه قصه بيوسع الشرايين، مهم قوي لعضله القلب معايا. الكاكاو بيحسن برضه حاجه اسمها فيتامين دي المهم قوي الكالسيوم مهم للعضلات والعظم. تمام. كمشروب ايه متكامل بالنسبه لهم يعني. تمام. طيب يعني الاسبوعين اللي فاتوا حضرتك استعرضنا صور ناس اطفال صغيرين بيخسوا. انت بتعمل حسابك لما يجي الولد اللي بيخس ده بتعمل حساب الامتحانات وبتعمل حساب الحاجات دي ولا؟ بص يعني هقول لك حاجه يعني دايما يعني لا مش يعني دايما انا واحد اي دكتور ما بيكون ليه خبره بسيطه في الدايت بتاعه، الدايت اللي بيديه دايما دايت متكامل يا دعاء. يعني دايما هو نجاح الطبيب ان اي حد طفل هيكمل معايا او ست او راجل او شاب معايا ان بامنه صح ان ما يحصلش مضاعفات قلنا مع الدايت، فالدايت بيبقى دايت مدروس معايا. يعني انا ممكن اديك الدايت معايا اللي هو للطفل، انا حاطط فيه المكونات اللي تحسن الدوره الدمويه لتتعوض نسبه الفيتامينات، خصوصا لما يكون في مرحله تطور ومرحله ايه نمو. فانا فاهم هركز على البروتينات ايه، هركز على البيض، هركز على الالبان، هركز على الفاكهه. تمام. ما احنا محتاجين زي ما قلت لك هي مجموعه كامله من الفيتامينات، وهي ما فيش حاجه اسمها سبحان الله ما فيش عضو في الجسم يا جماعه بيبقى محتاج فيتامين واحد، هي مجموعه كامله من الفيتامينات. يعني المخ بتاع هتلاقي كل الفيتامينات اللي جسمك ربنا خلقها المخ محتاجها، من فيتامين اي، من فيتامين سي، من فيتامين ب، للزنك، للحديد، للكلام ده كله، فده المفروض متوفر في نظام التغذيه اللي انا بديه. تمام. طيب قول لي بقى ايه الـ يعني اضرار مثلا الحاجه الساقعه؟
لان في ولاد يعني بالذات كمان في امتحانات يعني لما بنبقى في الصيف يعني خلاص هو الحر وبتاع، فممكن يحب يشرب حاجه ساقعه. المفروض ان الحاجه الساقعه دي برضو بتسهرهم يعني بتصحصحهم. ايه اضرارها؟ هل هي علاقه ماده الكوك، ماده اللي هي الكافيين ده يعني بتصحصحهم؟ يعني ممكن واحد يشرب حاجه ساقعه بالليل ما يعرفش ينام يا دكتور؟ لا يعني هل هي مثلا ليها فايده انها بتنبههم زي الشاي مثلا فيركزوا؟ لا. ولا يعني بص على يعني يعني انت بتتكلمي على بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للناس الكبار؟ بالنسبه للاطفال. الاطفال لا طبعا، انا بتكلم عن وقت الاطفال او المراهقين او الشباب في الجامعه. بصي انا اعتقد ان المشروب هيكون ناجح الى حد ما، ممكن حته الكاكاو هي ممكن قوي الاطفال يحبوه تمام، اما عشان اشرب حاجه ساقعه او مياه غازيه هيبقى ماده كافيين معايا، ماده كافيين دي لازم تبقى مناسبه للطفل، بس قلنا مشاكل تانية موجوده في المياه الغازيه، ماده اسمها سيتريك اسيد اللي بتعمل هشاشه العظام، تاثر على السنان، تعمل حموضه في المعده، تعمل تقرح في المعده، تاثر على وظائف الكبد، فغير مستحبه بالنسبه له انه يشرب حاجه الساعه او المياه الغازيه. ركز على مشروب ناجح هو الكاكاو تمام. ممكن مشروب لو بحب القرفه باللبن. القرفه ايه؟ القرفه برضه بتوسع الشرايين، بتحسن الجهاز الهضمي. هي يعني الفكره كده في مشروبات توسع كميه الدم اللي هي اتساع الشرايين بتطلع للمخ. طيب بالظبط، انا عايز اوصل كميه دم واصله اكتر للمخ عشان اوصل كميه اكسجين ايه افضل معايا ما تحتوي من العناصر ديت الفيتامينات المهمه قوي تركيز المخ تمام. المهم قوي الاسماك على برضه من الحاجات المهمه جدا. الاسماك مهمه كوجبه جدا. قلنا فاكره ما قلت لك عايزين وجبه محتوي على فوسفور وفيها بوتاسيوم وفيها زنك وفيها حديد وفيها نوع من انواع البروتين. الاسماك على الاقل برضو الاطفال على الاقل مرتين ثلاثه في الاسبوع تمام. وممكن اول اسباب الاسماك ازاي خصوصا ما بتكلمش على موضوع تخسيس، انا بتكلم كثقافه غذائيه ناجحه ازاي نزود ذاكره او تركيز الاطفال في خلال فتره الامتحانات. الاسماك ممكن تاخد مرتين ثلاثه في اليوم، وممكن اسماك زي اللي هو السمك السلمون تمام، يعني في اوميجا 3 بنسبه عاليه بيحتوي برضو على قلنا البروتينات، في ماده الفوسفور المهمه قوي ترفع مستوى الطاقه، في ماده المغنيسيوم برضو اللي بيحافظ على مستوى السكر في الدم معايا، فهي تبقى وجبه متكامله جدا تمام. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل، احنا معانا الرجيم بتاع الحلقة بس بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. طيب يا دكتور الشاي والقهوة أخبارهم إيه؟ يعني كان منبه ما فيش مشكلة منه، بس طبعا مش بكميات كبيرة يعني كان برضه على الأطفال مش هيشرب قهوة، ممكن يشرب شاي بس مش ممكن شاي بلبن مثلا أنت واخدة بالك. برضه من الحاجات اللي عايز أقولها برضه مشروب اللي هو الموز مثلا. الموز باللبن مثلا ماله؟ حلو. بيعمل الموز إيه؟ فيه فيتامين بي 6 مهم قوي برضه اللي ايه من حاجات مهم قوي للمخ مع كوبايه اللبن برضه يبقى مشروب ظريف معايا. يعني يزود طبعا بالنسبه للطاقه وفيتامين. الموز فيها نسبه البوتاسيوم برضه نسبه عاليه وفيها نسبه حديد معايا، فمشروب هيبقى مشروب ناجح يعني ويشبع من غير ما يلكم بالظبط. يعني من غير ما الولاد تمام. بالنسبه لحاجات برضه المهمه قوي الخضروات، يعني مثلا لو هياخد مثلا زي الخضار المهم جدا بالنسبه لنا زي الجرجير معايا. الجرجير برضه نسبه حديد عاليه، فيه فيتامين ب بنسبه عاليه، في نسبه البوتاسيوم، في برضه في المغنيسيوم، في نسبه البوتاسيوم عاليه، في فيتامين ب بنسبه عاليه جدا برضه. هو في فرق بين التركيز والذكاء؟ يعني هل ممكن اقول عايزه اكلات تعلي الذكاء ولا كله بيعلي التركيز؟ هو خلي بالك يعني هي الفكره كلها ان عايز اوصل يعني اللي هي المواصلات العصبيه، يعني المفروض في مواد كيميكالز في المخ بتتفرز بتدي مواصلات عصبيه تحس بسرعه استجابه الشخص. أيوة. معايا اسرع. فالمواصلات العصبيه ديت هي ماده اسمها الاستايل كولين معايا، المواد ديت وماده اسمها دوبامين وسيروتونين والكلام ده كله، احنا عايزين حاجات اللي تزود هذه المواصلات العصبيه. المواد الكيميكالز، المواد الكيميكالز دي اساسها تكوينها ايه؟ معايا زي مثلا زي اكلت مثلا ديك رومي، الديك رومي من البروتينات الناجحه جدا برضو خلال المخ، بتحتوي على امينو اسيد احماض دهون بروتينيه زي التريبتوفان. التريبتوفان دوت هيتحول لايه؟ معايا مع فيتامين بي 6 يتحول لماده اسمها دوبامين اللي تنشط المواصلات العصبيه. فهمتيني ازاي؟ يعني هي مجرد بس عايز اركز على الحاجات اللي تنشط المواصلات العصبيه فبزود القدرات الذهنيه. تمام. فالاثنين مرتبطين ببعض. طيب احنا قبل ما نحط الرجيم عندنا صوره، الحقيقه ان انا انبهرت بالصوره دي يا دكتور، يعني كان 145 بقى كام؟ بقى حاجة و90 يا دكتور؟ 92 تقريبا. 92. ده اسمه مصطفى. مصطفى معانا على التليفون. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته. مبروك الخسسان. الله يبارك في حضرتك. ازي حضرتك وازي يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. ازيك يا مصطفى عامل ايه؟ حطوا لنا الصورة يا شباب بعد اذنكم كده، حطوا لنا الصورة تاني.
مصطفى، انت كنت فقدت الامل في انك تخس قبل يعني قبل ما تروح للدكتور؟ والله هو انا ناس كتير قالوا لي ان انت مش هتعرف تخس لوحدك، ودكاتره كتير قالوا لي لازم تعمل جراحه تلبيس معده وكده. انا بصراحه كنت بخاف من الجراحات. انت عندك كام سنه يا مصطفى؟ انا 23. 23 سنه. انت من وانت صغير وانت مليان؟ لا انا مليت بعد يعني بعد سن 15 كده بدأت كتير، بدأت تملى تملى تملى، والاكل وبتزود وبتاع، وكله اكل بره بقى وجانك فود وكده، فتخنت. يعني شويه كتير. كان في عادات سيئه كتير. وبعدين سمعت عن دكتور ماجد السمعه الطيبه بتاعته، ورحت رحت عنده العياده، ومشيت على الدايت بتاعه، ومشيت على الجلسات، ومشيت على العلاج. يعني ايه اللي خلاك، انا عايز اسال، ايه اللي خلاك تكمل في الدايت ده؟ يعني العادي ان الناس بتزهق، وانت اكيد جربت مليون مره تعمل دايت. بتاع دكتور، الدايت بتاع دكتور ماجد ما يزهقش خالص، هو كل يوم مختلف عن اللي قبله. تمام. كل اسبوع مختلف عن اللي قبله. يعني انت بقالك، انت خسيت في قد ايه؟ خسيت كام كيلو وفي قد ايه؟ انا خسيت من 145 داخل على 92 دلوقتي، حوالي 7 شهور. ما شاء الله. 50 كيلو. 50 كيلو في حوالي 50 كيلو. 50 كيلو في 7 شهور. ماشي على السبع شهور مظبوط ولا ولا بتلخبط شويه؟ لا بصراحه ماشي على السبع شهور مظبوط. طيب التعليمات بالظبط. طيب وانت بعد 7 شهور ما مليتش وزهقت ونفسك كده تروح راحت للستايل اللي كنت عايش بيه قبل كده؟ يعني لانك تروح بقى وتقعد مع اصحابك وتطلبوا اكل وتدبوها؟ لا بصراحه انا بعد ما خسيت ال 50 كيلو ما يعني ما كانش ينفع انزل ارجع للي قبله، فما خلاص متشجع، مش قادر يعني مش قادر ترجع يعني لوزنك الاولاني. انا مش قادر ارجع للي قبله، يعني انا ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بعرف اصلي كويس، ما كنتش بعرف كمان كنت ببقى ماشي في الشارع مكسوف من الناس. فرقت نظرات الناس؟ طبعا فرقت كتير. فرقت علاقتك باصحابك، فرقت حياتك، فرقت ها؟ طبعا. طيب الحقيقه يعني انت تنصح الناس ان هم يعني يدخلوا ويعملوا رجيم ولا لا طبعا الـ 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 ولا يعملوا جراحات لانه كتير يعني بيفقدوا؟ يعني انا ما بفضلش الجراحات، وسمعت انها فيها مضاعفات كتير. لما بالدايت الناجح مع دكتور ماجد بصراحه. طب قول لي، قول لي يا مصطفى، انت ناوي تكمل ولا هتوقف على كده؟ لا لا اكمل ان شاء الله لحد 80 او 77. 80 او 77 ما شاء الله، والعب حديد بقى وكسر الدنيا. طب انا هسالك سؤال يا مصطفى، هل في اي مضاعفات ظهرت عندك؟ اي مضاعفات؟ لا والله يا دكتور خالص. تمام. هل جسمك ثابت مثلا زي ما الناس بتقال الجسم بيثبت بعد فتره من النزول؟ لا 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 خالص خالص خالص. يعني جسمك بيستقبل الدايت كل اسبوع عادي جدا؟ تمام. طبعا. بتخس في الاسبوع قد ايه؟ في الاسبوع حوالي 2 كيلو، 2 كيلو ونص، 3 كيلو ممكن. حلو. حسب بقى التزامك. في الاول خالص كنت بخس اكتر من كده، كنت بخس 3 4 كيلو او ممكن ساعات الاسبوع 5 كيلو. ربنا يكرمك يا مصطفى. وتبقى تنصح الناس بايه يا مصطفى؟ قال لك يعني ادينا نصيحه في الاخر كده للناس اللي مكسلين ومكتئبين. انا عارفه انه الناس اللي بيبقوا خلاص يعني فقدوا الامل لما يشوفوا حد كده بيبتدوا يتشجعوا. بس هو لازم الناس تمشي على الدايت، دايت بتعليماته كامله. عشان ما ينفعش يعني. تمام. في اراده طبعا. بالظبط. انت ما كانتش موجوده الاراده، جبتها منين بقى الحبه دول؟ لا انا كان الاراده جت ان انا ما كنتش عايز افضل زي 145 كيلو، انا كنت عايز اخس وعايز ابقى احسن وعايز ابقى تمام، اعرف اتحرك. ربنا يوفقك يا مصطفى وتقدر تخس كده اكتر وتبقى 77، ومستنيين الصوره بقى، صوره النجم السينمائي 77 كيلو. ربنا يبارك لك كده ويوفقك ان شاء الله. ودي برضو احنا يمكن بنعمل يعني صور وبنبعت رساله لكل الناس اللي خسوا على برنامجنا، سواء يعني معانا على الهوا في والتزموا بالرجيم اللي بنحطه على التلفزيون، يقدروا يبعتوا لنا صورهم، او دكتور ماجد ربنا يكرمه بيجيب لنا صور، لان انا طلبت، لانه ستات كتير تقابلني وبتبقى فاقده الامل وتقول لي معقوله معقوله المكالمات اللي بتجيلكم دي؟ صح صح، وهي صح، معقوله وهي صح هي انا فعلا. مش عايز اقول لك هي صح يعني بدون اي مبالغه، يعني احنا بنفاجئ ولا هي مفبركه ولا بتاع، هي فعلا نتائج ونتائج حقيقيه فعلا وعلى ارض الواقع. وانا اقول بقول بكل ثقه في حاجه اسمها اراده وفي عزيمه وفي توجيه ناجح هتخس. تمام. سواء كبير او صغير، المهم يعني اهم حاجه حته بس التوجيه والايه والارشاد، وفي انا دايما اقول جزء عليا التوجيه والارشاد والتعليم، وانت عليك التنفيذ والتطبيق،
وخليك الثقه في الله سبحانه وتعالى ثم في الدكتور بتاعك. اه طيب في بعيد عن المخاوف يا دعاء. ما ايوه في مليون حد يقول لك اصل انا حرقي ما فيش حاجه كده. هو كان جاي لي قال لي انا حاولت 50,000 مره انا خس ما خسيتش. قلت له استعين بالله انت ليك مصلحه عندي هحضر لك صح، بس المهم يكون ملتزم اللي انا بقول. وانا بوعدك ب 50 كيلو في 5 شهور وفعلا بعمل كده. يعني مش بقولها كده مبالغه ولا تفاخر ولا غرور ابدا، هي الفكره بس في توجيه ناجح وفي التزام الشخص اللي قدامي. فدايما دكتور الدايت هو عباره عن معلم موجه مرشد مش اكتر من كده. انا مش موضوع بالصحه. طيب احمد صورته معانا. اه ده احنا حطينا الصوره المره اللي فاتت وما كناش يعني عارفين نستقبل تليفون. احمد يا احمد يا حبيبي معانا يا شباب يا احمد. هو عنده 7 سنين و7 سنين ده انا عارفه لانه هو قد ابني داخل على 30 كيلو ده قد ابني حبيبي. فسبع سنين ده صعب قوي اقعد اقول له لا ما تاكلش شوكليت ما تاكلش تشيبس ما تاكلش ما اعرفش ايه. بيتعبونا في الحاجات دي. فهو ما شاء الله التزم وسمع الكلام ازاي يعني ولد عنده 7 سنين يعني ايه يفهم رجيم ويفهم انه بيخس يفهم. بص هي يعني الفكره طبعا ما فيش شك يعني انا مش هروح اجيب حد من بيته عشان يخس. اللي اعرفه اللي هيجي مثلا سواء كان الدكتور ما او اي دكتور بيبقى عنده الرغبه رغبه في التخسيس عايز يخس فعلا. خس 30 كيلو 30 كيلو ده من 67 لحوالي تقريبا داخل 42 43 حبيبي ومكمل ومكمل يعني كلهم مش هكمل ايه يا دعاء طالما في نتائج ونتائج بتبان. خلي بالك برضه في نقطه قوي لو عدى اول اسبوعين بنتائج تبهر العيان بالتزامه طبعا مش بعكس الالتزام ده بيشجع انه يكمل. تمام يعني ما يجيب مثلا اول اسبوع يخس 3 كيلو مثلا او 4 من غير مضاعفات الاسبوع الثاني مثلا في 2 كيلو يعني اول اسبوعين جاب 5 6 كيلو ده هيخليه يشجع انه يكمل طالما في نتائج وفي ايجابيات بتحصل والشكل بيتغير مفيش مضاعفات بتظهر معايا يبقى ما عندوش ثغره يخش منها. الثغرات دايما زي ما قلت لك انها حاسس بهبوط بدوخه مفيش نتائج ايجابيه. طالما في التزام يبقى في نتائج ودايما الميزان مرايه حقيقيه لايه؟ لتوجهك معايا. يعني الميزان ما بيكذبش في التزام هتلاقي الميزان بيتحرك بسرعه ايجابيه جدا فده يشجعه. لو ما التزمش معايا بغض النظر بقى عن الموضوع ما عندوش اراده اصل فاكهه بقى تكيك. طيب خليني اخد باباه استاذ محمد لانه الاهل هم اللي ساعات يعني ساعات يكسلوا ساعات يصعب عليهم ولادهم. يا استاذ محمد ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء النور. الولد اكيد كان صعبان عليكم الاول وهو تخين. انما طبعاً احيانا الولاد بيقطعوا قلبنا لما يبقوا جعانين او يبقوا عايزين ياكلوا او يبقوا كذا يعني نقول خلاص هنعمل ايه هنحرمهم يعني من هم صغيرين. ما جالكوش الاحساس ده وانتم بتحاولوا تمشوا على رجيم؟ لا طبعا لا ما جاش لان احنا طبعا هو بالنسبه لنا هو الولد الوحيد يعني عندنا واخد بال حضرتك فما كانش لا بيعرف ينام ولا بيعرف يلعب ولا حبيب. اي حاجه خالص يعني والله حبيبي اه والله فطبعا يعني بصراحه يعني دكتور ماجد جزاه الله كل خير يعني والله الله يكرمك. كان في بقى عادات غذائيه غلط في البيت؟ لا والله هو كان ما فيش عادات غذائيه ولا حاجه ولكن هو كان بالنسبه لبره كان كل اللي بيعوزه ياخده وحيد بقول لحضرتك وحيد واخد بالك يجيبوا له بقى اكل وياخدوه مطاعم وما اعرفش ايه ف كل اللي هو عاوزه كل اللي هو عاوزه فطبعا وسعوا له معدته على الاخر طبعا. وبعدين هو صغير خد علاجات كتيره فبرضه دي يعني تخنته واخد بال حضرتك فطبعا الحمد لله رب العالمين يعني جهد وتميز للدكتور ماجد الله يخليه ان يوصل في 3 شهور يعني ال 44 كيلو. لا واشكر لنا كمان يعني مامته واللي بيعمل له الاكل واللي منظم واللي يعني ماشي على النظام مظبوط انكم ماشيين على النظام مظبوط ده شيء هايل. طبعا بشكر حضرتك طبعا يا استاذ محمد وربنا يوفقه ان شاء الله. يعني والله انا سعيده بالمكالمات دي وبالناس وانه انت بتحس كده بتقولي انك بتعمل بتحس بالانجاز بعد ما تلاقي الحد داخل لك تخين قوي ومكتئب وبعدين يدخل لك بعديها بكام شهر خاسس و بص هو عارف يا دعاء يعني هو يعني طالما في اقول لك نيه صادقه فعلا معايا ان اخس العيان معايا ان اجيب له نتائج فعايز انقل له الثقه دي من اول مره من اول مقابله. المقابله الاولانيه دي مهمه جدا انطباع كويس جدا تمام واخد بالك رغم انا ساعات برضه بيضايقني ورغم كده عايز اقولها رغم يعني مش المفروض اقولها في الحلقه بقابل بعض الاشخاص معايا طبعا عددهم مش كتير خالص يا دعاء بيبقى جاي فاقد الثقه في نفسه وفي الطبيب ومعتبر الدكتور ماجد مع احترامي الدكتور ماجد بسمعته الطيبه لا انه هيضحك عليا اصل عايز ياخد مني فلوسه بس اصل عايز يعمل لي جلسات. انا بتكلم بامانه طالما احنا بنتكلم بصراحه تمام دايما اللي جاي متوكل على الله بسمعه الطبيب. سمعه الطبيب يعني رصيد في حياته من خلال انجازه ومن خلال توجيهه وتوجهاته العيان بانجازات خلال سنين طويله قوي يبقى اكيد حواجيك صح
عمر حواجيك غلط. اصل حواجيك غلط ليه؟ ما هي بتبقى سعاده مش مصالحك، هي سعاده ليك ونجاح ليا. فمن اول يوم هنقلك ثقه انك هتخسي، كبير صغير، سنك صغير، كل اللي هتخسي ومن غير مضاعفات. بس حاول تركز في اللي انا بقوله ومع التزامك اول اسبوع اسبوعين طالما هتلاقي نتائج ايجابيه هتلاقي نتائج فعلا. والجدير بالذكر انه الناس اللي بتخس عند دكتور ماجد في زيهم بيخسوا على رجيم التلفزيون اللي دكتور ماجد برضو بيعمله، يعني الوجه الله كده وبنيه صادقه، فبينفع مع ستات كتير جدا وناس كتير جدا بيخسوا على رجيم التلفزيون. هنبدا رجيم التلفزيون دلوقتي، وحضراتكم تقدروا يعني يا تصوروه بالموبايل يا تنقلوه معانا يا اما تدخلوا على جروب الدين والحياه مع دعاء فاروق. احنا بننزل الرجيم الاسبوعي وهتلاقوا في الفايلز كم مهول من الرجيمات الأسبوعية تقدروا تاخدوها وتمشوا عليها. الفطار 4 معالق فول أو شريحة جبنة شيدر لايت زائد نص رغيف بلدي أو شريحتين توست رجيم. بعد الفطار بساعتين ثمرة فاكهة تفاح أو جوافة أو 8 حبايات فراولة أو كوباية عصير برتقال. بين الفطار والغدا 3 ثمرات خيار، ثمرة جزر أو 3 بروكلي وواحدة جزر. اليوم الأول الغدا مكرونة بالريحان، 3 معالق بصل، فص ثوم، معلقة زيت زيتون، 5 ثمرات طماطم تشيري متقطعة نصين أو ثمرة طماطم صغيرة مكعبات، ومعلقتين ريحان مفروم. اللي هو الريحان ده اللي بنشمه في الجناين؟ الريحان هو الروزماري. ما هو ده لا، هو ده اللي بنشمه في الجناين ولا أيوة. حاجه ثانيه والله المشروب بيقول لك لما تشميه معاه بينشط الذاكره كويس جدا كمان. ومعلقه ساور كريم او كريمه حامضيه، و5 معالق مكرونه مسلوقه معاهم صدر فرخه مشوي زائد سلطه. العشاء 3 معلقه جبنه قريش زائد سلطه خضراء زائد كوبايه عصير برتقال. اليوم الثاني الغدا صينيه خضار بالبشاميل، كوبايه خضار مشكل ومسلوق نص سلق مع كوبايه ورق سبانخ و120 جرام لحمه معصجه وكوبايه بشاميل دايت عباره عن كوبايه لبن خالي الدسم ومعلقه دقيق زائد سلطه. العشاء علبه تونه متصفيه من الزيت زائد سلطه خضراء زائد كوبايه برتقال، ومفيش عيش في العشاء خالص. اليوم الثالث الغدا كاساديه التونه، نص بصله مكعبات ونص فلفله رومي مكعبات ونص علبه تونه متصفيه و3 معالق مكعبات طماطم ومعلقه كبيره كزبره خضراء ورغيف التورتيلا بيتباع في السوبر ماركت معروف باسمه كده رغيف تورتيلا، ومعلقه موتزاريلا، ويتعملوا كلهم على بعض. اللي مش قادر يعمل او يجيب رغيف التورتيلا او كده بيرجع كل حاجه لاصلها، يجيب طبق سلطه وتلت رغيف بلدي مثلا، رغيف بلدي ممكن يبشر عليها شويه موتزاريلا كده ولا لو حب. العشاء 2 ثمرات فاكهه. اليوم الرابع الغدا شاورما اللحمه مع المكرونه، 150 جرام شاورما شرايح رفيعة ومعلقة خل ورشة حبهان ورشة قرفة وملح وفلفل وبصلة مفرومة ناعمة ورشة كركم ومعلقة صويا صوص ومعلقة زيت ونص كوباية مية ونص معلقة صغيرة دقيق و5 معالق مكرونة سباكيتي مسلوقة ومعاهم سلطة. والعشاء كوباية لبن رايب لايت أو كوباية زبادي مضاف إليه 8 حبايات فراولة. لطيف والله. اليوم الخامس السمك الغدا سمك في الفرن، سمكة كاملة 300 جرام ومية مملحة عبارة عن مية وملح وبصلة و3 فص ثوم و2 عود كرفس ومعلقة زيت. زيت زيتون بقى يا دكتور ولا زيت؟ ممكن لا هيبقى زيت عادي. أي زيت. زائد 5 معالق رز مسلوق زائد سلطة خضراء. العشاء 3 معالق فول مهروس زائد 2 خيار زائد كوبايه عصير برتقال. طبعا عصير البرتقال ما يبقاش عليه سكر ولا متحلي ولا اي حاجه وما يبقاش سكري. لا خالص، يعني هو مشروبات يبقى العصاير من غير سكر خالص. تمام. ونكتفي بالسكر، وبعدين سكر الفركتوز سكر الفاكهه سكر بيتخن. يعني فما تستهدروش بالفاكهه وبالعصاير من الحاجات برضو اللي بتضيع الرجيم. ممكن اشرب عصاير كتير هتقاضى مني السكر اللي هي الفاكهه. لا هي مقننه يعني زي ما حضرتك تكتب مثلا كوبايه نلتزم بالكوبايه. عشان كده هو الفكره كلها، بس هو الالتزام الكامل فعلا بالدايت هو ده اللي بيجيب نتائج فعلا. اليوم السادس الغدا كفتة مشوية، 120 جرام لحم حمراء مفرومة، بصلة مفرومة، معلقة بقدونس مفروم وملح وفلفل زائد نص رغيف بلدي زائد سلطة خضراء. العشاء بيضتين مسلوقين زائد سلطة الطماطم الطماطم وعليهم رشة ملح وفلفل وعصير الليمون. آخر يوم اللي هو اليوم السابع الغدا
سلطة مكرونة بالفراخ، 5 معالق مكرونة، معلقة زيت زيتون، صدر فرخة مشوي، وشرايح الفرخة يعني مشوية ومتقطعة شرايح، ونص حبة طماطم مكعبات، ونص فلفلة رومي مكعبات، ونص بصلة وكزبرة خضرة مفرومة، ومعلقة خل ومعلقة مستردة وملح وفلفل. العشاء طبق شوربة خضار. بعد الغداء بساعتين ثمرة فاكهة أو 8 حبات لوز أو 8 حبات بندق، وشرب لا يقل عن 3 لتر مية يوميا. في عندنا حضرتك عامل لنا طريقة كوكيز بحبوب الشوكولاتة يعني تتحط تتاكل قد ايه؟ ممكن سناكس بالمجمع يعني ياخد واحدة أو اتنين بين مكان ثمرة الفاكهة، مكان الفاكهة وتتاكل ايه مرتين في الأسبوع؟ يعني مش بصفة يومية. كوباية دقيق، نص معلقة صغيرة كربوناتو، ورشة ملح وبيضة، ومعلقة مية، ومعلقتين زيت، ونص كوباية سكر بني، وربع كوباية حبوب الشوكل. أنا وأنا بقرأ الرجيم ده جه في بالي العدس. العدس وشوربة العدس، لأن احنا داخلين على الشتاء والناس بتحب تشرب شوربة العدس. إيه ظروفها دي في الرجيم؟ بالنسبة للدايت ما بحبهاش، او زي ما بحبهاش يعني. بس خليك العدس والبقوليات فيها سعرات عاليه، بس زيها زي الفول. لا ما دي نقطة حلوة، سؤال حلو قوي. هي الفول لما بدي 3 4 معالق بيشبعوكي، ومعلقه الفول هي معلقه العدس، فعمر ما هتاخدي 4 معالق عدس وهتشبعي. صحيح، ما كانش تخلصي الحله كلها او الطاجن كله معايا. صحيح، مش هترتاحي. هيبقى سعرات اضعاف اضعاف اللي موجوده فين؟ في 4 معالق فول. هضطر اخد 10 معالق عدس على الاقل، 12 معلقه، وكل معلقه فيها 30 ل 40 كالوري. فما تستهتريش، عشان كده ما بكتب الفول بكتب 3 معالق بس بيشبعه او 4 معالق بيشبعه. فعشان كده هي حته بس خير الطبيعي. ده العدس اللي هو العدس العادي الاصفر، والعدس بجبه كمان. ما هو معلقته فيها من 30 ل 40 كالوري، كانك زي داخله معلقه فول سواء ده او ده او ده. طيب حضرتك انا ما بشوفكش تكتب شوربات خالص مع الاكل. يعني زي شوربه، يعني الناس تشرب شوربه قبل الاكل. يعني شوربه فيها مرقه، بتكلم على مرقه مثلا، هي بتبقى دسمه. يعني في البرد ده الناس تحب تشرب شوربه في الاكل، يعني ممكن شوربه خضار بس هيكون على ميه. ده لو انا بتكلم اثناء الدايت، يعني ما بتكلمش اثناء المحافظه على الوزن. اثناء الدايت لا طبعا مش عايز مرقه او شوربه، يعني بيبقى فيها نسبه دهون، ما انا عايز اخد من المخزون، فشيء طبيعي اني هشيل الدهون اللي موجوده في الوجبه. رغم ان ممكن اديك في على مستوى اليوم معلقه زيت، تمام بس عشان اجيب معدلات الى حد ما تبقى مرضيه وتبقى مشجعه جدا للشخص انه يكمل، فاكيد بشيل الدهون قدر الامكان. تمام، فانا مش هقدر ادي الايه. طيب والمكعب والماجي برضه لا مش مستحب. يعني انا ما اقدرش اوعدك ان تجيبي 30 كيلو في 3 شهور وهديكي ماجي وشوربه ومرقه والكلام ده، مش هتخسي. تمام، بس هو حسب الكونتراتو برضه اللي بيني وبينك. انا عايز اجيب معدلات ترضيني تشجعني، مش عايز اروح زي مثلا الدكتور ماجد انزل كل اسبوع 200 جرام ولا حاجه، فيجي لك احباط عندي. فشيء طبيعي ان بوجهك التوجيه الصح. طيب حد اهو بيسال، اسامه بيسالك على حمص الشام. ما نفس الحكايه. الحمص ده الحمص هو برضه بقوليات، يعني اسامه الحمص والفول والعدس والكلام دي بقوليات، سعرات عاليه، فانا ما اقدرش اديك طبق مثلا كوبايه حمص الشام معايا تتسلى فيه مثلا بين الوجبات، مش هتخس. بيبقى بالميه بتاعته. بالميه طبعا، الميه ممكن تتشرب. طيب الميه ما شاربه من النشا والكربوهيدرات اللي موجوده. تمام، ممكن اديها لك يوم اللخبطه. معلش يا اسامه، يوم اللخبطه. هو اسامه خس معانا مش كده؟ كويس اسامه، انت خسيت قد ايه؟ اسامه المخرج بتاعنا. المخرج بتاعي. طب عندك صوره؟ خس قد ايه؟ عندك صوره؟ خس قد ايه؟ لا والله فوتوجينيك. تصدق انا ممكن اقوم لقطه صوره من الفيسبوك واقوم مطلعاها؟ مش عارفه اطلعها امتى، يوم ما تبقاش انت موجود بقى. ابعت لنا صورتين كده حلوين. هو خسس 14 كيلو. 14 كيلو، كويس كويس. هو الفكره، على فكره يعني انا يعني صعب ان اجيب صور سيدات، يعني انا سيدات ممكن يخسوا برضو في 30 و40 و50 وكده. يعني ستات بيتكسفوا. يعني هي حتى لو هي عايزه تيجي تقول لي لا بس جوزي رفض معايا، فانا طبعا ما بفرضش الكلام ده. لا حتى البنات كمان. حتى البنات يعني في بنات يعني تتكسف انها هي خست وربنا كرمها، فمش عايزه تبين شكلها. كان مصطفى اللي خس 55 كيلو او 60 كيلو، قلت له طب اطلع معايا في حلقه. قال لي لا حلقه لا، تكلمني في التلفزيون في التليفون هتكلم. اطلع صور بتاع، اما اطلع في حلقه لا مش هقدر اعملها. معايا هي الفكره، حته الحياه عندهم او طبعا يعني مع انها يعني المفروض انها ما بتشجع. ما انا قلت لهم دي تشجيع ليكم وتشجيع للناس، وربنا يقدر معايا ويشجع الناس فعلا. دي عمل طيب جدا. سيبك من الدكتور او المذيع او البرنامج، بس نشجع الناس ان هم عشان صحتهم وعشان شكلهم وعشان نفسيتهم وعشان كده. ده في نقطه يا دعاء، ده يعني في اللي بيخسوا مثلا 50 60 كيلو والكلام دوت، اصحابهم ما بيخسوا مثلا، سوري في الكلمه، بيضطروا ايه يوروا البطن بتاعهم ان مفيش عمليات معمول. صحيح، ولا تدبيس ولا تكميم ولا تغيير مصغر المعده ولا الكلام ده كله. يعني 6 شهور ده ولا حاجه بالظبط. هي الموضوع بس زي ما قلت لك، هي اراده وتوجيه وبتاع، فالعمليه بتبقى ناجحه جدا
معايا، فربنا يكرم يا رب كده دايما يا رب. يا رب يا دكتور. ودايما انا بدعي ربنا يبعت لي بالناس الايه الملتزمين. انت بتحب الناس تجي لك التخان قوي. يعني انت كمان بتنبسط لما حد يبقى داخل عليك يعني ده شغلي واكل عيش يا دعاء. يعني شغلي واكل عيش يحتم عليا، انا تبقى سعاده ليكي ونجاح ليا. احنا في مركب واحده، انا ولا عمري هتخلى عنك ولا هضحك عليك ولا هوجهك غلط، ان في الاخر ما تخس معايا 60 كيلو في 6 شهور هي قمه سعادتك وقمه نجاحي. جميل. معايا، فربنا يكرم الناس كلها على قد نيتهم. يعني احنا وصلنا يا شباب لنهايه الحلقه ولا عندنا وقت؟ شكرا. العفو يا فندم. شكرا جزيلا دكتور واجد زيتون، نورنا دايما. الله يخليك. وان شاء الله كده كل الناس يعني تتشجع حلقه النهارده دي ويبتدوا معانا، وكل حلقه كده هنديكوا زقه ان شاء الله. عارفه عايز حاجه يا دعاء؟ والله العظيم بكلمه، حياتهم كلها بتتغير. صحيح. الحياة بتتغير يعني. صحيح. طعمها بيبقى احلى كتير يعني، فربنا يوفق الناس يا رب. شكرا جزيلا دكتور ماجد زيتون، شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم. كل اللي بيحصل في حياتنا او يوم ما عشناه خد دورة القاف السنة وكان